طبعا النهارده ان شاء الله وفقا للجدول الزمني للانتخابات، الهيئه الوطنيه للانتخابات هتعلن النتيجه الخاصه بالسباق الرئاسي 2024، ودي بالمناسبه والمناسبه دي المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه اصدر تقرير بيتكلم فيه عن كافه التحديات الاقليميه اللي موجوده على راس اجنده رئيس مصر في الفتره القادمه. خلينا نشوف. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أكد في تقرير حديث أن المحيط الإقليمي للدولة المصرية يعاني من حالة تأزم متعددة الأبعاد، وهي الحالة التي تتفاعل معها الدولة المصرية وتؤثر وتتأثر بها انطلاقا من طبيعة ومحورية الدور الإقليمي للدولة المصرية وحفاظا على أمنها القومي في مواجهة التداعيات المترتبة على هذه الأزمات. وقد اعتبر التقرير الصادر من المركز المصري أن هذه الاعتبارات قد دفعت باتجاه تحول ملف تهديدات الأمن الإقليمي إلى واحد من أهم الملفات والأولويات بالنسبة لرئيس الدولة المصرية في السنوات القادمة، وخصوصا في ضوء ما تحمله هذه الأزمات من انعكاسات وتداعيات على الدولة المصرية. أشارت هذه الدراسة أيضا إلى أن ملف التحديات الإقليمية وتهديدات الأمن الإقليمي سوف يكون حاضراً على رأس أولويات الرئيس في السنوات القادمة، وذلك في ضوء الطبيعة الجيوسياسية للدولة المصرية ووزنها الاستراتيجي، بما يفرض عليها أيضاً التفاعل مع بيئتها المحيطة والتأثر بها، فضلاً عن اعتبارات أخرى ترتبط بتنامي وتيرة وحجم هذه التحديات والتهديدات بالشكل الذي جعلها تمثل مصدر تهديد وجودي بالنسبة للدولة المصرية. وقد ذكر التقرير أيضا أن التعامل وفق ثوابت السياسة الخارجية المصرية في العشر سنوات الأخيرة مع هذه الأزمات سوف يكون أحد الملفات الرئيسية بالنسبة للرئيس القادم، وذلك في ضوء المكانة الجيوسياسية للدولة المصرية في المنطقة، وكذلك أيضا تعويل هذه الدول على الدور المصري من أجل الدفع باتجاه التوصل إلى تسويات دائمة لأزماتها وإرساء السلام في المنطقة.